اللي بعيدة جدا، ولكن أنا كنت عايش في الرفاع وشفت الناس في بوكوارا وغيرهم يعني بيعانوا فيما يتعلق بالصورة الاجتماعية. نعم هم تم بيع موضوع التجنيس السياسي لهم بأنه هذا استقواء، ولكن الآن يعانون أكثر من الشيعة لأنه عايشين وسط هؤلاء المجنسين. ومجالس البوليس اللي موجودة أو الشرطة، أقسام الشرطة في منطقة الرفاع وغيره مليانة بحوادث وشكاوى قد تبدو يعني مدهشة لعدد كبير من الناس، لكن هم يعيشون يوميا هذا الإفراز، الإفراز الاجتماعي، الإفراز الاقتصادي، الإفراز الجرائم، القيم، الأخلاق المختلفة، التهديد، حتى على مستوى هز الهوية، هوية البحرين السنية أم الشيعية. سنة البحرين وشيعة البحرين لهم هويتهم الخاصة، وبالتالي هؤلاء المجنسين أتوا بهويات مختلفة يعني تتعارض مع واقع السنة. وأنا أعتقد أنه الغايب من عمل المعارضة هو إشراك الشارع السني في الحديث بصوت عالي حتى على مجرد الإحصائيات يعني عن آثار هذا. ولكن أنا أعتقد بأنه غدر البحرين وظروفها إنها هي ضحية لما يحصل في مناطق أخرى. وأنا ذكرت قبل كده قلت أنه تجربة البحرين الأولانية بعد سنة 71 وخروج البريطانيين والانتخابات وما بعدها وحل المجلس سنة 75 لم يكن هو قرارا مباشرا كما تصوروا عديد عشرات الناس، يتعلق بقانون أمن الدولة ولا يتعلق بالخلاف كان بين الشيخ خليفة رئيس مجلس الوزراء وأعضاء النواب إذا كانوا بتكويناتهم المختلفة إذا كانوا شيوعيين أو قوميين أو إسلاميين، ولكن الصراع كان حول الموارد. مع اندلاع الحرب الأهلية في لبنان هربت رؤوس الأموال الخليجية من لبنان وراحت البحرين، ولأول مرة تتحول البحرين إلى مركز مالي. فالشيخ خليفة عرف أنه ما فيش مخرج لتأمين هذه الأموال إلا بمصادرة التجربة الديمقراطية على رغم قصورها يعني، ولكن كانت متقدمة بمغيز ذلك الزمان يعني بشكل رهيب لدرجة أنه حتى البحرين إلى اليوم بيحنوا لها يعني. فإذا كانت حل الجمعية الوطنية تم بعد 14 شهر يعني من الانتخابات، لاحظنا بأنه بدت التساؤل عن هذه الأموال الخليجية التي أتت من البنوك اللبنانية وهربت إلى البحرين. فكانت المهمة أنه شغل الرأي العام بقضايا جانبية تتعلق بأمن الدولة، تتعلق بالعلاقة بين الحكم والمجلس، تتعلق بما يحدث في من تشريعات من غيره، ولكن كان الهدف الأساسي هو التخلص من تلك التجربة والسيطرة. للأسف الشديد هذا ما حدث من السبعينات وعايشنا كلنا ما حدث إلى التسعينات يعني. وبعد المشروع الإصلاحي لجلالة الملك واجهت البحرين نفس المشكلة بعد أحداث سبتمبر 2001 عندما هربت كل البنوك الإسلامية من الغرب إلى البحرين وأصبحت البحرين عاصمة البنوك الإسلامية. هذا المشروع الذي بدأ بخارج نطاق الشرعية وعلم الملك، ولكن هو بعد ذلك أصبح هو جزء منه. وهذا أنا في سنة 2006 و 2005 لم نكن ندري بأنه الملك يعلم عن هذا، كنا نتصور أنه هذا المشروع كان خارج نطاق الشرعية وأنه مشروع بين تنظيم الدول الأخوان المسلمين وهؤلاء الأفراد للسيطرة على موارد البحرين. هذا هو كان الدافع الآخر الذي حصل. وإذا راجعت هذه الأسماء اللي موجودة في التقرير بالشخص واحد من المؤسس بتاع الاستراتيجية العاني نهاية بأفراد وأعضاء الإصلاح داخل البحرين وإلى هذه اللحظة، من أحمد عطي الطيل نفسه ما كان عنده أي علاقة بالإخوان المسلمين، ولكن كل أركان حربه هم ينتمون إلى الإصلاح بالإسم، بالإسم أسمائهم موجودة ثلاثية في هذا التقرير. والبحرين كلها يعني إحنا بنقول يعني متر في متر يعني ناس يعرفوا بعض. فأعتقد بأنه هذه هي الإشكالية. فإذا كان هو الصراع حول الموارد وحول هوية البحرين، يصبح إنه هذه الموارد متى أصبح الصراع بين رئيس الوزراء والديوان الملكي يأخذ قيمة وزن عندما انتبه الديوان الملكي إن الإشكالية ليس حول موارد البحرين. ميزانية الدولة كلها حوالي 3 مليار دينار، ولكن الكعكة أصلا والكيكة نفسها والصراع حولها بين المجموعات الجديدة المتنفذة أو الساعية لأنها بعد المشروع الإصلاحي وبين المجموعات التقليدية اللي ارتبطت برئيس الوزراء كان حول من يسيطر على هذه الأموال، وهي أموال ضخمة وحديكم أرقام يعني.
فتم ترتيبات ارتبطت بمحاولة إعادة سيطرة أو تأهيل مؤسسة نقد البحرين وتحويلها إلى البنك المركزي، وهذا بروسيس أخذ، وكان أنا لحسن الحظ أو لسوء الحظ واحد من الناس اللي كانوا مشرفين على هذه المسألة، أخذت 3 سنوات لحد ما تم بإصدار القانون 64 سنة 2006 بتأسيس مصرف البحرين المركزي. ومصرف البحرين المركزي منذ تأسيسه في 2006 وإلى هذه اللحظة، إذا لقيته في قياداته شيعي تعالوا قولوا لي، يعني إذا مجلس إدارته، إذا قياداته العليا، إذا غيره، فرد أو فردين ومن من من خلصاء النظام يعني، ولكن هو مؤسسة أصلا كان هدفها الأساسي هو التحكم والإشراف على القطاع المالي والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي بمفهومه الجديد، واستلاب القوة الاقتصادية التي تمكن منها الشيخ خليفة في خلال 40 سنة أو 30 سنة إلى انتقالها إلى مركز الثقل، والفئات الاجتماعية الجديدة المتطلعة بعد المشروع الإصلاحي لأن تلعب دور في البحرين. وبالتالي ظهرت فئات اجتماعية جديدة وأشماء جديدة من رجال الأعمال الجدد اللي بنوا تحالفهم وإلى هذه اللحظة بالاسم ممكن أنا أذكرهم مع الديوان الملكي. ويمكن لأي واحد فيكم، ما الموضوع مش أسرار يعني، أي واحد فيكم يراجع ما حدث في غرفة التجارية في خلال 10 سنوات الماضية من الأسماء والتحالفات والمجموعات، هيعرف إنه الصراع ماخذ شك وفي أي اتجاه يعني. والسبب كله إنه الصراع ليس حول يعني، أنا مرات كثيرة جدا جدا من أقرأ تقارير التمييز اللي بتطلع في البحرين بحس بالانزعاج، لأنه الصراع ليس في هذا الجزء، الصراع ليس جهاز الدولة في البحرين كله، عدد ديوان الخدمة المدنية كله يشرف على أقل من 40,000 مواطن، 40,000 مواطن أو 38,000 بالتحديد، 80 ممكن أقول لك الرقم عندي هنا في سموير حلقاو بالرقم باليوم والليلة والعدد 38,000، لم موظفي الدولة في البحرين لم يزيدوا عن 40,000، لكن عندي الرقم هنا بالتحديد، و5,000 أجنبي. أنا حوصل لملف التجنيس، لكن للأسف أنا مش عارف يعني لا نستطيع أن نتكلم عن موضوع التجنيس إلا إذا فهمنا ما هي دوافع مشروع التجنيس. طيب أنا بس أتفضل. ما علي أخوان، ما علي تفضل. لأني أنا حاسس بأنه في عدم فهم للمسألة أو في اختزال للموضوع. موضوع التجنيس السياسي هو آلية، وإذا فهمنا أنه هو آلية في صراع يمكن التعامل به بشكل أفضل من كده. التجنيس إلى الآن، التجنيس السياسي هو مجرد آلية للسيطرة على هذه الموارد وليس لأي شكل آخر. أنا عايز أقول بأنه أنا لما مشيت سنة 2002 البحرين لأعمل في الديوان الملكي، كل الأموال اللي كانت موجودة في البحرين كانت حوالي 100 مليار أو 101 مليار بالضبط، 100 مليار و.9. هذه الأموال تضاعفت وابتدت تتراكم، 118 140 سنة 2005، سنة 2006 تجاوزت 180 مليار، سنة 2007 تجاوزت 245 مليار، سنة 2008 تجاوزت 250 مليار. الآن اللي موجودة في البنوك هذه هي الأسيتس، هذه هي الكعكة، وليس 40,000 وظيفة في ديوان الخدمة يعني. الصراع هنا، هذا هو الصراع، إذا كان بين الديوان الملكي برئيس الوزراء بالفئات الاجتماعية الجديدة بالتحالفات في السياسة سميها ماشي، ولكن الصراع هذه هي الكعكة التي حولها الصراع. إذا أنتم عرفتوا حجم هذا الصراع تستطيع أن تنظروا إلى هذا الموضوع يمكن بصورة مختلفة. هذه رؤيتي، ما في أي واحد فيكم ملزم بها يعني. حس سنة 2013 وصل إلى 185.3 مليار، 100 حسها الآن 213 252 في 2008 2009 221، ما هي بتطلع وتنزل لأنه في حركات دخول وخروج في indirect investment خروج وكذا، ووصلت إلى 222 في 2010، وصلت إلى نزلت إلى 197 لأنه تتأثر برضو بالأحداث هذه إنه تنزل شوية. في 2012 نزلت إلى 186، وفي 2013 نزلت مرة أخرى، نزلت من 2011 ل 2013 للأحداث بتاعة فبراير. يعني البحرين في 2010 كانت فيها 222 مليار و 200 مليون. بعد الأحداث انخفضت، لأنه حتى التصنيف الائتماني للبحرين نزل من 3A وصل 2A. وسنة 2011 نزل، وسنة 2012 نزل، والآن وصل إلى 185 مليار. طبعا دي النتيجة للأحداث يعني.
وجزء من الأموال طلعت من البحرين. هذا بالدولار ولا بالدينار؟ لا بالدينار. اضربها في ثلاثة يعني تقريبا أو 2.7. لا لا هذه بالدينار، مليون دينار بحريني. 185 مليار و500 مليون دينار بحريني. الأسيتس، الأسيتس، نعم. منقولات وغير المنقولات؟ نعم. ولكن إذا أنت عايز تعرف جزء من هذه الأموال، الصراع حولها في أن هذه الأموال بتمشي في تسهيلات. كل مشاريع البناء العملاقة، واللي أنا كنت برضو جزء من مسؤولياتي يعني في مع لجان يعني، هذه المشاريع العملاقة من دولة البحرين لديار المحرق لغيره، كل الأموال هذه طلعت من هذه الفلوس. تم تمويلها من هذه الموارد. لأنه 61% من هذه الأموال مشت في اتجاه قطاع الأعمال، وفي حوالي 37% منها مشت لأفراد لتمويل بيزنس إذا كان تجاري أو